إبراز القدرات الإنتاجية لولاية بجاية، لا سيما وأن ولاية بجاية معروفة في الجانب تاع لاغرو أليمونتير، يعني الإنتاج الغذائي، إنتاج غذائي الصناعي، كذلك البيع من مباشرة من المنتج إلى المستهلك بأسعار يعني جد تنافسية، كذلك تعريف بالمؤسسات الناشئة اللي عندها يعني برزت عندها أقل من 10 سنوات وراحت يعني لعالم التصدير. حاجة لان سلا غارونتي ساعة 24 مو دو غارونتي لا بيس سي كولي ديسپونيبل حاجة تدون مليح سي ان شوفاج سورتو من شوفاج معروف في سوناريك سي ان برودوي لوكال نخدم فيه غيلات سي هكا اون هكا تاع باريس 80% دانتيغراسيون تمني توجور ان اميليوري عندنا نوع جديد عندنا دي برودوي جديد اللي كيسدونا في لي نوفيل سيتوياسيون اي جيت معنا عندنا في دي برودوي جديد ان شاء الله. هناك إجراءات، تسهيلات في الإجراءات، تسهيلات في الأنظمة الاقتصادية الجمركية، وتسهيلات ضمن المساعي لتشجيع صادرات خارج المحروقات، خاصة الأجال 24 ساعة بالنسبة للبضائع السريعة التلف و48 ساعة للبضائع الأخرى لتشجيعا للتصدير ومرافقة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في التصدير خارج المحروقات.